الإعلام الإسباني سلط الضوء على هذه الزيارة وقالوا بأن لشبونة تريد أن تعود مدريد. وهنالك إعلام أيضا مثلا الاندبندنت في تقرير لها قالت بأن كانت هنالك ضغوط مغربية هي وصف سمتها على لشبونة حتى تتراجع عن هذا التحالف الكبير أو إظهاره بهذا الشكل الكبير. ما رأيك في هذه القراءات؟ لا يمكن الأخذ بالمغرب الذي هو على حافة إفلاس كبير جدا. حتى بعض وسائل الإعلام الإسبانية هي تحضر لأكبر نكسة لسانشيز، لأن الانتخابات التشريعية هي في ديسمبر 2023 وكل عمليات صبر الآراء وكل توجهات الناخب الإسباني تميل إلى الحزب الشعبي الإسباني وإلى أحزاب فوكس اليمينية المدعمة بشكل كبير للقضية الصحراوية وحلها في مجلس الأمن، وهي تتوعد سانشيز بإرجاع الموقف الرسمي الإسباني في شهر ديسمبر على أقصى تقدير. وبالتالي هذه التحركات عبر وسائل إعلام تابعة للاشتراكيين في إسبانيا هي يائسة من أجل التشويش على محاور الجزائر والحديث عن ضغوط المغرب. أعتقد بأن المغرب هو في الأدنى درجات يعني الصعوبات السياسية والدبلوماسية هو في حالة عزلة. لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية في آخر تقرير قالت بأن جبهة البوليزاريو هي حركة تحرر، وهذا ما يعني بأن الصحراء الغربية إقليم محتل، وبالتالي فالكثير من المكاسب للقضية الصحراوية. ولا يمكن للمغرب الذي يوجد في حالة يأس رهيب جدا وعبر ربما مساحات التواصل الاجتماعي وذبابه الإلكتروني يريد أن يقحم نفسه دائما في زيارات الجزائر، لكن لاحظ بأن الندوة الصحفية بين الجزائر والبرتغال لم تشر لا من بعيد ولا من قريب من المغرب، حتى أن وزير خارجية البرتغالي عندما زار الرباط قال بأنه يدعم حل قضية الصحراء الغربية في الأمم المتحدة. وبالتالي الدول هذه التي تحترم الجزائر وتحترم المعاهدات عكس بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوزي مانويل ألباريس الذين انقلبوا على وزيرة الخارجية السابقة أرانشا لايا التي سيرت ملف تواجد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي عندما كان في إسبانيا ورفعت القضية إلى القضاء وتم إسقاط كل التهم حوله، وكانت صفعة للمغرب ولبيدرو سانشيز. لا نقول الحكومة الإسبانية لأن وزيرة العمل مؤخرا جددت دعمها للقضية الصحراوية، الكونغرس الإسباني كذلك مع القضية الصحراوية، وبالتالي الأمر هو متعلق ببيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني و خوزي مانويل وزير خارجيته هم الذين لعبوا هذه اللعبة التي ستسقط على أقصى تقدير في شهر ديسمبر المقبل. صحيح صحيح.